برحب بحضراتكم من جديد. والحقيقه الواحد بيبقى مبسوط وفخور وهو قاعد مع نجم من نجوم النادي الاهلي، نجم هجوم الاهلي، والحقيقه ليه ذكريات رائعه جدا مع النادي ومسيره رائعه، وخصوصا في بطوله افريقيا، واحنا كمان داخلين على ايام مهمه في افريقيا. يا كابتن حضرتك مشرفنا. اهلا بيك يا ساره، منورنا، ربنا يخليك. خلينا يا كابتن الاول نبدا انت فين دلوقتي؟ انا عارفه ان في مشروع اكاديميه، فهمني بقى كده اكتر وفهم الجمهور. الاول طبعا انا سعيد ان انا موجود مع حضرتك، ومبارك لكم طبعا على التطوير والتجديد في القناه. الله يبارك فيك يا كابتن. وسعيد ان انا موجود في قناه الاهلي، يمكن يعني تاني او ثالث مره ابقى موجود، وسعيد طبعا لما يطلب مني ان انا ابقى موجود في قناه الاهلي، بيبقى شرف ليا. وبنادي الذكريات، وبنتكلم عن النادي اللي احنا بنحبه كمشجع، وكنت لعيب يعني. فانا سعيد ان انا معاك يا ساره. الله ربنا يخليك يا كابتن، يعني ده احنا اللي فخورين انك معانا، وده بيتك يعني يا كابتن. اكيد طبعا، ده بيتنا كلنا. طيب موضوع بقى الاكاديميه بقى، اشرحوا لنا كده اكتر دلوقتي حضرتك، ايه النشاط اللي بتعمله؟ هو انا يعني بعد اعتزالي للكوره اتجهت النشاط الاكاديميات. انا بحب التسويق يعني. انا بقى يعني النقطه دي بحب ان انا اشوف لعيب احس انه ممكن يكون فرصته قليله شويه في ان هو يتشاف، فهنا بدات يعني الموضوع يعني اخد الشك اللي انا بس يكون الموقف مش ان انا سواقه بس، يعني يكون في اطار تدريب وتاهيل كويس، عشان لما يروح النادي في اي نادي انا اسوقه فيه يكون مؤهل نفسيا، مؤهل بدنيا. انت عارفه في الفتره دي بيبقى اللعيب عايز يلعب في اي نادي من غير ما يكون متاهل وكده. فجت الفكره من هنا في ان انا افتح اكاديميات. فاتح فرع في فرعين في الشرقيه، فرع في الزقازيق، وفرع في ديار بنجم، وان شاء الله في فرع فيصل في منطقه الكعبيش. ده الفرع الثالث، ويا رب تشرفونا فيه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله نشوف نجوم من الاكاديميات دي يا كابتن باذن الله. خلينا بقى نروح لمشوار حضرتك كده من بدايه كره القدم. بدات من نادي طنطا؟ لا، انا ناشئين الفيوم. الفيوم. كنت بلعب في فرقه اسمها هويدي اللي هي المقاصه حاليا. كنت حوالي 17 سنه، و يعني لعبت سنه وبعدين رحت ناشئين المقاولين. المقاولين. لعبت في المقاولين لسنتين. وقتها كان كابتن حسن شحاته في الفريق الاول. فاخدت هداف الفريق في الناشئين، وبعدها صعدت، وبعدها كده كابتن حسن شحاته راح المنتخب. وانا كملت 20 سنه وما انضمتش، يعني ما لعبتش فريق اول او ما تأيدتش في الفريق الاول، فاضطريت ان انا امشي يعني العب فريق اول في بره المقاولين يعني. كلمني كابتن محمود جابر اللي هو والد عمر جابر، كان ماسك نادي ماهي البحيره اللي هو في دمنهور، ده كان وقتها درجه ثانيه. وبعدها بقى انتقلت يعني تدريجيا من ماهي البحيره، لعبت سنه، بعدها طنطا سنتين، بعد طنطا بتروجيت، بعد بتروجيت الاهلي، المقصه، المصري، الداخليه، المنصوره، واعتزلت في الترسانه بقى، جالي الصليب. لما جالك عرض من الاهلي يا كابتن، كان في عروض تانية وقتها؟ وانا بتروجيت كلمني الاهلي وكلمني الزمالك، لكن حبي طبعا للنادي الاهلي او انتمائي، انا ما بقولش كده كلام عشان انا موجود في قناه الاهلي، لكن ده كان يعني كان باين من صغري وانا ناشئ يعني ان انا نفسي ان انا العب في النادي الاهلي. فما فكرتش طبعا لما كابتن سعد حافظ كلمني والكابتن عادل الكيا كلموني، قالوا لي احنا عايزينك في النادي الاهلي ومن تبعك ومستر جوزيه عايزك. قلت لهم انا طبعا ليش اي طلبات ولا اي حاجه، انا خلصوني من النادي وانا تحت امركم يعني. فعلا كلموني وقالوا لي تعالى احنا عايزينك، ورحت كابتن عادل الكيعي خلصت كل حاجه، مضيت